بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما عودناكم قلنا لكم ان احنا نعمل ايس كريم على طول للاطفال، جميل جدا في الصيف وبطرق كتير متنوعه وجميله، وبنستعمل فيها الفاكهه الطبيعيه. ده ايس كريم بالخوخ، الخوخ وعصير الخوخ وقطع الخوخ زي ما انتم شايفين كده. في البدايه خالص انا عندي هنا ربع كيلو من الخوخ، انا مقطع جزء قطع بحيث ان انا هعمله عصير، والجزء الثاني ده هزين بيه، بقطعه رفيع تقطيع رفيع. انا زي ما انتم شايفين انا حطيتها في الخلاط، هضيف بس 50 جرام من السكر، ومفروض ان انا هضربها في الخلاط. هو مش هيرضى يتضرب معايا كده، فهضطر ان انا انقله في الكبه الصغيره عشان تضربه حلو من غير ما احط ميه. خدوا بالكم هي ضربته هنا اهي وانا صفيته. هضيف بس معلقتين كريم شانتيه، اقلب، وبعد كده هاخد الخليط دوت احطه في الكبه تاني الصغيره دي. هي دي اللي خلطته من غير ميه عندي زي ما انتم شايفين كده، واديله برده ضربه ضربه مره واحده. هبدأ بقى اجيب الاشكال بتاعتي اللي انا هحط فيها الايس كريم، ارص فيها قطع الخوخ زي ما انتم شايفين، واصب هنا ادي العصير بالكريم. مفيش اسهل من كده بصراحة، يعني طرق جميلة والطعم جميل جدا هيعجبكم. هنا ركبنا طبعا العصيان، بعد كده هبدأ زين الوش في قطع من الخوخ زي ما انتم شايفين. انا بديكم الافكار وانتم ابدعوا بقى، يعني زي ما انتم شايفين كده الشكل العام. طبعا هغطيها وابدأ ان انا ادخلها التلاجة لحد ما تتجمد زي ما انتم شايفين كده، واول ما بتتجمد هطلعها واقدمها للاطفال. حاجة معمولة في البيت نظيفة، انتي واثقة فيها، عاملاها بايديكي، ده عشان صحة الاطفال الصغيرين.